مرحبا. مجلس الوزراء يؤكد استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل مع فرض الإجراءات الاحترازية في الوسط التربوي، رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة مع فرض شروط وقائية داخل المساجد. ووزير الصحة يؤكد مساعي الحكومة لاقتناء كميات من اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا. أهلا بكم. أكد مجلس الوزراء اليوم ضرورة استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية يوم الاثنين المقبل، وأوضح ناطق باسم الحكومة الوزير سيدي والسالم أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامات في الوسط التربوي. قررت الحكومة اليوم رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة استنادا إلى فتوى صادرة عن هيئة العلماء الموريتانيين، وتشترط الفتوى تعقيم المساجد ونزع أذرشتها ووضع المصلين للكمامات واحترام مسافة التباعد وتخفيف الخطبة، مع اشتراط تخلف أصحاب الأعذار كالمسنين وذوي الأمراض المزمنة. قال وزير الصحة نذير والحامد إن الوزارة رصدت تراجعاً طفيفاً في الوضعية الوبائية، مشدداً على أن الخطر ما يزال قائماً وموصياً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأكد الوزير أن الحكومة ستحدد اللقاح المناسب من أجل اقتناء كميات منه بجهود وطنية، إلى جانب الكمية المخصصة مسبقاً لموريتانيا بشكل مجاني من طرف تحالف كوفاكس والبالغة نسبة 20% من حاجتها من اللقاح. بدأ قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بامبا مقت زيارة عمل للجزائر تدوم 3 أيام، مصحوبا بوفد يضم كبار قادة الجيش الوطني. وعرب قائد الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة لدى لقائه قائد الأركان عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات العسكرية مع موريتانيا لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. قالت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها متارن للشيخ سيدية إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة التكافل الشامل بمرضى القصور الكلوي من خلال تحويلات نقدية شهرية ومجانية التصفية ومستلزماتها. وأضافت بمقابلة تلفزيونية أن خطة التكفل تشمل أيضا متعددي الإعاقة عبر توفير تأمين صحي شامل وتحويلات نقدية شهرية. إلى اللقاء.